يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا، واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا بالعناوين. الزمالك قمه السوبر. الثلاثيه في 2022. زمالك الانتصارات يشعل أجواء الإمارات. كابتن أحمد مجدي في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة، هو ما توقعاتك لنتيجة مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي، ومن يكون رجل المباراة؟ بكرة الليلة الكبيرة، بكرة قمة السوبر، بكرة يوم من أيام الزمالك إن شاء الله، يبقى يوم من أيامنا الجميلة اللي احنا بنعيشها في عام 2022. إن شاء الله فريقنا على موعد مع التاريخ بكرة عندما يواجه الأهلي في كأس السوبر. بكره هي مباراة البحث عن الكأس الثالثة، عام تاريخي لينا، عام لا ينسى. عام 22 أو 2022 هو عام الكرة الزملكاويه. ليه؟ لان احنا اولا فزنا بالدوري عن جداره واستحقاق، كمان فزنا بكاس مصر وقدمنا مباريات جميله جدا خلال رحله كاس مصر، والنهارده كلنا ايد واحده، كلنا مع الفريق في مواجهه اكيد طبعا مش هتكون سهله، هي مواجهه امام الاهلي في ديربي الكره المصريه والعربيه الاول. طيب احنا عايزين بقى نتكلم شويه ايه هي استعدادات الزمالك او ايه هي المعطيات اللي معانا. طيب اولا احنا الحمد لله الزمالك ماشي صح، الزمالك من بدايات الموسم ده يعني ماشي بشكل كويس جدا، شكل رائع جدا. احنا فزنا في 6 مباريات متتاليه، 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا ومباراتين او ماتشين في الدوري، كان سموحه وسيراميكا. طيب يعني احنا الحاله الفنيه للعيبه بتاعتنا الحمد لله على ما يرام وعلى افضل ما يكون كمان. طيب ثانيا انت البطل، الزمالك هو البطل، انت كلاعب نادي الزمالك دلوقتي داخل المباراه او داخل الماتش وانت عارف كويس جدا ومؤمن كويس جدا من جواك انك انت البطل، وانت بتلعب من اجل هدف واحد او علشان سبب واحد بس، وهو الفوز بالسوبر ان شاء الله. واحنا دايما عندنا شعار كده مؤمنين بيه في الزمالك، ان انت اعمل اللي عليك، ما تخليش عليك اي ضغوط، وهو ده الطريق او اللي هيأهلك للانتصارات. طيب ثالثا الزمالك يا جماعه شكل تاني مع مستر فيريرا، وهنا لازم نقف شويه على عنصر مهم هو عناصر الثقه. طيب وجود مستر فيريرا على راس الجهاز الفني، مستر فيريرا طبعا مدرب كبير جدا ومدرب عالمي، بيقدر يتعامل كويس جدا 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 في الماتشات الكبيره او المباريات الكبيره الحاسمه، عنده اسلوب رائع، اسلوب تكتيكي كلنا طبعا شفناه، مرينا بكتير من الظروف الصعبه، غيابات مؤثره في الموسم اللي فات، فهو بيقدر رغم كل الضغوطات دي او رغم كل الظروف دي، لا هو بيقدر يلعب ماتشات مميزه جدا، بيعرف يكسب، بيعرف يعدي منافس ورا منافس عدوا عليه، بيلعب كل مباراه بمباراتها، فعشان كده عارف ازاي يكسب. بكره ماتش فعلا مش سهل، ولكن مستر فيريرا اكيد محضر كل خططه وكل تكتيكاته اللي هيشتغل عليها، لعبته معايا على ارض الملعب، معاه كمان ثقه ملايين من جماهير نادي الزمالك. طيب رابعا الزمالك هو افضل فريق، طيب يعني دي ميزه من المزايا انك انت بتلعب الماتش معاك تشكيله قويه جدا، قدرت اداره النادي برئاسه المستشار مرتضى منصور في زمن قياسي او وقت قياسي ان هي تكونها من لعيبه قدامى تم التجديد ليهم، من لعيبه صغار السن تم تصعيدهم او تم اكتشافهم من خلال او عبر سياسه فريق الامل،
لاعبين جدد تم التعاقد معاهم في ميركاتو تاريخي للزمالك، فانت معاك تشكيله قويه جدا تقدر توجه بيها اي فريق. خامسا، الزمالك معاه جماهيره، وده طبعا عنصر مهم جدا بالنسبه لينا طبعا في الزمالك. بكره ان شاء الله كلنا في انتظار دعم بلا حدود طبعا من جانب الجماهير نادي الزمالك للعيبه، وهم الجماهير من عناصر الالهام بالنسبه للعيبه في ارض الملعب، يعني كلنا ثقه ان شاء الله في قدره جماهير نادي الزمالك ان هي تقدم ملحمه لا تنسى في المدرجات. وده ما بنتكلمش عليه كده وخلاص، لا ده حصل كتير جدا والتجارب سابقه كتير جدا جدا، سواء في الموسم ده او حتى الموسم اللي فات. دايما جماهير الزمالك بتقدر ان هي بجد تقدم ملحمه وكرنفال في المدرجات، او حتى يعني لو تفتكروا ماتش السوبر 2020 اللي كان في الامارات واحنا وقتها فزنا فيه. زي ما بقول لكم، احنا قلت لكم دلوقتي 5 عوامل، الخمس عوامل دول هم في ايد الزمالك، احنا بنعتبرهم هم دول مفاتيح الانتصار. وان شاء الله بكره يعني يكون التوفيق كده حليفنا ويكون حليف لاعبتنا ان شاء الله في ارض الملعب، ويكونوا لاعبتنا اهم حاجه يكونوا مركزين بنسبه 100%. على فكره الصوره اللي قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي ده جمهور الزمالك في 2020، كانت مباراة لا تنسى لا تنسى، والجماهير وقتها قدمت ملحمة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الدرون يعني جايب ازاي، كان الأعداد كبيرة جدا جدا جدا، تقريبا ما فيش مكان فاضي من قبل جماهير نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين. فاحنا بنتمنى ان السوبر ان شاء الله بكرة نقدم ملحمة اكبر من دي كمان، ونتكلم عنها برضو، نتكلم برضو عن كرنفال او ملحمة جماهير نادي الزمالك في المدرجات زي ما كعادتنا. على فكرة ان احنا بنقول كده، ده عاداتنا دايما بعد اي مباراه لازم نتكلم على اللي جماهير الزمالك بتعمله. جماهير نادي الزمالك هي اللاعب رقم واحد، هم الملهم، هم قد ايه وجودهم مهم، تشجيعهم مهم، هتافهم مهم. كل ثانيه هتاف داخل المدرجات بجد بتفرق جدا 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 مع اللعيبه. الهتاف باسم اللاعب مثلا لو حسيت ان في لاعب مذبذب شويه او يعني ما فيش توفيق معاه، انت لما الجماهير بتشجعه او تهتف باسمه، لا بجد بيتبسطوا وبيبقى ده ملهم ليهم جدا. ان شاء الله بكره نحتفل هنا في قناه الزمالك بالفوز والحصول على لقب بطل كاس السوبر والحصول على ثلاثيه تاريخيه. في نهايه حديثنا وفي نهايه كلامنا، كل التوفيق ان شاء الله لنجومنا، نجوم الزمالك، وكمان مدربنا مستر فيريرا، وفريقنا يكون بكره بطل السوبر. طيب خلونا دلوقتي نطلع تقرير مهم جدا عن فريقنا واللي هيخوض كاس السوبر بالامارات بحثا عن لقب السوبر، وباذن الله باذن الله ينجح في تحقيق الفوز، وبعدها نرجع ونبدا اخبارنا. الزمالك والأهلي قمة السوبر، الطريق إلى الثلاثية الجميلة. غدا يخوض الزمالك مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الأهلي في كأس السوبر المصري تحت قيادة مديره الفني الكبير جوسفالدو فيريرا، بحثا عن الفوز وحصد ثالث ألقاب 2022. ويخوض الزمالك المواجهة بتشكيلته المميزة، يتصدرها محمد عواد في حراسة المرمى ومعه محمد صبحي، وفي الدفاع حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وبرفقتهم مصطفى الزناري، وفي الوسط هناك زكريا الوردي ومحمد أشرف رؤى ومعهم عمر جابر وسيد نيمار وأحمد فتوح، وفي الهجوم يلمع وبشدة زيزو هداف الدوري وشيكا بالا ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وإمام عاشور وسيف الجزيري وسامسون أكينولا. تشكيلة قوية يخوض بها الزمالك المباراة، سواء من يختارهم فيريرا من البداية أو من سيتم الدفع بهم كبدلاء في النصف الثاني من عمر اللقاء. الزمالك في الفترة الأخيرة كانت له الأفضلية، ففي عام 2022 التقى الأهلي مرتين، الأولى كانت في الدور الثاني للدوري الموسم الماضي، ووقتها تعادل الفريقان بهدفين مقابل هدفين، وسجل ثنائية الزمالك الجميلة محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، وكان التعادل هو مفتاح الطريق بالنسبة إلى الزمالك لحصد الدرع. وأما اللقاء الثاني فكان في نهائي كأس مصر،
ووقتها فاز الزمالك بهدفين لهدف من توقيع أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور، وتوج الأبيض بطلاً. إمام عاشور يقف على الكورة، يحريحة حلوة عند زيزو لإمام اللي يسدد الثاني. مزيكا للزمالك، مزيكا للزمالك. واحتفل الملايين من عشاق الزمالك لعدة أيام في ليالي من الأفراح بالإنجاز التاريخي وحصد الثنائية المحلية، وغدا يتجدد الموعد والآمال كبيرة في حصول الزمالك على لقب بطل السوبر. ونبدأ أخبارنا كالعادة مع نزينة الزمالك. خلوني قبل ما نبدأ أخبارنا نروح للزميل محمد ساهر من استاد هزاع بن زايد بالإمارات علشان يطلعنا على آخر الاستعدادات لمواجهة غدا الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر. استاد هزاع بن زايد طبعا اللي هيقيم عليه اللقاء المهم جدا الزمالك والاهلي السوبر المصري، يعني من داخل الاستاد حبينا ننقل لكم كل الاجواء كده اللي بتحصل. استعداد الاستاد هزاع بن زايد طبعا مباراه السوبر الزمالك والاهلي، مباراه بينتظرها عشاء نادي الزمالك في كل مكان. زي ما انتم شايفين الاستاد كده، هنتجول بكاميرا قناه نادي الزمالك من داخل استاد هزاع بن زايد كده. زي ما انتم شايفين المدرجات دلوقتي، العمال الموظفين كلهم بيستعدوا كده وبيأهلوا كده الملعب لاستقبال السوبر المصري. الزمالك والأهلي الصحفيين موجودين بينقلوا الأحداث، الناس بتاخد صور فوتوغرافية ذكرى ليهم كده. أكيد استاد ولا أروع على 7 مستويات، الاستاد أنشئ 2014، استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. مباراة هتكون مهمة جدا لنادي الزمالك. منذ قليل كان مؤتمر صحفي النهاردة لمستر فيريرا واحمد سيد زيزو، اتكلموا عن اهميه هذا اللقاء، واتكلم مستر فيريرا عن ان الزمالك مركز، الزمالك عايز يفرح جماهيره زي اللقبين الدوري والكاس، الزمالك دلوقتي منتشي بالبطولات. زيزو اتكلم عن انجازاته الشخصيه لما صحفي كلمه عنها، قال لا انا ما ببصش لانجازات شخصيه خالص، انا ببص لانجازاتي مع نادي الزمالك ككل ومع فريق نادي الزمالك. مستر فيريرا اتكلم كمان عن الصفقات ودورها في المباراة، قال ان الصفقات داخلة على فريق يعني قوي ولازم يثبتوا نفسهم ويكونوا قادرين انهم يحجزوا مكان اساسي في هذا اللقاء. زي ما انتم شايفين لو رحنا لأرضية الملعب بالكاميرا كده، الأرضية دلوقتي الملعب بيترش بالمياه، بيتغمر بالمياه دلوقتي استعدادا طبعا لمباراة السوبر. الملعب النجيلة جميلة جدا، لا طويلة ولا قصيرة، يعني مقصوصة قصة جميلة. المياه خلاص في كل انحاء الملعب دلوقتي استعدادا طبعا. هيكون في تدريبات لنادي الزمالك ونادي الاهلي النهارده، الرتوش الاخيره بقى للزمالك قبل اللقاء المهم. حبيت انقل لكم صوره الاستاد هزاع بن زايد وهو بيتزين بقى في استقبال المباراه والعرس طبعا العربي السوبر المصري الزمالك والاهلي. بنتمناها طبعا تكون يعني بطوله بيضاء بخطين حمر. دي كانت كل كواليسنا من استاد هزاع بن زايد، الاستاد اللي هيقيم عليه اللقاء غدا الساعه 7 مساء توقيت القاهره، الزمالك والاهلي السوبر المصري. انا عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو وللساده المشاهدين على قناه نادي الزمالك. شكرا الزميل طبعا محمد ساهر، وان شاء الله يرجع لنا ومعاه كاس السوبر. طيب تعالوا نروح بقى ونبدا اخبارنا. وفريقنا بيخوض تدريبه الختامي النهارده في 6:30 على ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين، استعدادا لمباراة الأهلي على لقب كأس السوبر المحلي. مستر فيريرا قام بتدريب اللاعبين على الركلات الثابتة، وكمان دربهم على ركلات الترجيح ووضع اللمسات الأخيرة لخوض المباراة اللي بيطمح من خلالها لتحقيق الثلاثية. بعثة الفريق في الإمارات يترأسها أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، ومعه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، ويرافقهم الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال ورئيس اللجنة الرياضية والقانونية. الاجتماع الفني لمباراة السوبر أسفر عن ارتداء الزمالك صاحب الملعب في المباراة الزي الأزرق الكامل، فيما يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض. والاجتماع شهد حضور مجدي الشيخ مراقب المباراة ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة مع مندوبي الناديين.
السوبر المصري بين الزمالك والاهلي سيديره طاقم تحكيم برتغالي بقياده الحكم الدولي فابيو خوسي. الزمالك بيخوض اللقاء بصفته بطل الدوري وكاس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الاهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين. خلونا يعني اقول لحضراتكم كام معلومه كده عن الحكم البرتغالي فابيو. ده عنده 39 سنه، بدا التحكيم في الدوري البرتغالي عام 2014، حكم دولي منذ عام 2015، ادار 327 مباراه خلال مسيرته التحكيميه. البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك أكد أن الفريق تأقلم سريعا على الأجواء بالإمارات وأعرب عن سعادته بالتواجد في دولة عربية وسط الأصدقاء والأحباء، متمنيا أن يحقق الزمالك الثلاثية لأول مرة في تاريخ النادي. مستر فيريرا صرح: هذه المباريات تمثل بطولة وهو نفس الأعداد للدوري، ولكن الفارق الوحيد تواجد جماهيري كبير والجو المختلف، وهدفنا واحد، الفوز بالمباراة. فيريرا كمان اتكلم عن تأخر وصول عمر جابر وكمان عمر السيسي إلى الإمارات لمدة 24 ساعة عن موعد وصول البعثة لخوض لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي، قائلا: تأخر عمر جابر وعمر السيسي بسبب بعض الأمور التي تم حلها، واللاعبان يتواجدان حاليا في صفوف الفريق بشكل طبيعي. وأضاف كمان مستر فيريرا: حزين لأن الجماهير في مصر ليست بنفس العدد، ومنذ شهر ونصف خدنا مباراة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي بحضور جماهيري كبير، نتمنى دائما أن نتواجد أمام جماهير كثيرة، لأن هذا أمر جيد ويعطي دوافع كبيرة للاعبين، ولا يوجد ناد كبير في العالم بدون جماهيره. طيب خلونا مع بعض نروح نشوف كده جزء من المؤتمر ونرجع نكمل بعدها أخبارنا. اللاعبين ساعات بتطلع بره النطاق، الحاجه اهم حاجه اللي هي المباراه، وبترتكب اخطاء وده طبيعي بيحصل، وبالناحيه الثانيه بيعملوا امور ممتازه جدا، عشان كده هم ساعات بيبقوا مجانين شويه، لكن من غير اللاعبين مفيش كره قدم، مفيش كره قدم ولا الكواليتي كره قدم ولا اي حاجه، بس فالامور بتحصل وهنتقبل المواقف دي كحاجه طبيعيه بتحصل في الامور، في مجريات الامور. هو مش متفق مع كلام حضرتك. الفريق بطل الدوري كمل، الفريق اللي خد بطولة الدوري كمل، وعشان أي لاعبين يجوا على فريق بطل الدوري ويلعبوا لازم يكونوا أحسن من الناس اللي موجودين حاليا، غير كده مش هيلعبوا. ففي اتخلقت منافسة بين الناس اللي موجودين والناس اللي جم، ويتمنى انها تكون مفيدة للفريق، وان شاء الله هتكون مفيدة فعلا. فما كانش في تغيير كامل او تجديد بس كان في لاعبين وصلوا هيتدخلوا مع الفريق ويتعرفوا ان على النادي مع الفريق ويتعرفوا على التمرين وطريقة اللعب المختلفة، وده بيحصل بطريقة بطيئة شوية بس آمنة. هو ما تابعش الأهلي اللي عمله إيه في فترة التنقلات، لكن بيشوف الأهلي بيلعب وشايف إن تقريبا نفس اللاعبين من الموسم السابق. الزمالك في الوقت الحالي اقوى فعلا، بس الكلام دوت يتم اثباته في المنافسات. السنه اللي فاتت كسبنا الدوري والكاس في ظروف صعبه جدا وقدرنا نكسب، فالفرقه دي لازم تثبت ان هي احسن. هو ده الدافع بتاعنا دايما، ده اللي بيدفعنا ان احنا نروح لكل مباراه ان احنا بهدف واحد ان احنا نكسب المباراه. وبالتأكيد مع الوقت ان شاء الله هنلعب احسن دايما.
Não acho que tenha havido grande. Não me parece que isso que perguntou tenha sido influente para o jogo da manhã. Mas chefe, que a Lahadrita que não acata a Lahadrita que lente fia com uma cera de Monte Cabo. Porquê? Porque é que isso perguntou. Muitas vezes vocês falam sempre, ah, agora tem que vir mais jogadores. Uma hora que tira, sabe que tu lazem no taco de Malabim, opta lá bem que tira. 40 jogadores. Arbein leve, mas a grande não está. Quando se é campeão. Lama de combatal, mas está. É preciso chegar e ser melhor. Eu sou leve e com a Hassan Malabim Magulim. É preciso chegar e acrescentar mais. Eu sou e Zéud Octaratari. É preciso chegar e competir com os que lá estão. O Itnefes Manassel Magudim. É preciso chegar e trabalhar cada vez mais. O Estegal Colomarok. Só assim é que as equipas sobem. É dela que ele fará tanto muito. É isto que está a acontecer, não é? Dela que está a A única diferença que há na preparação deste jogo. É que tivemos que nos deslocar do Egito por aqui. Adaptarmos um pouco ao clima rapidamente. Bastante mais juntos, né, como é normal também, quando se viaja. E em tranquilidade, estamos muito bem instalados e estamos muito bem, treinamos a gostar. Podemos preparar o jogo exatamente como preparamos os outros. قبل ما نستكمل أخبارنا خلوني أستقبل تليفون من أستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك وهو موجود دلوقتي في الإمارات. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير يا أستاذ ماهر. الحمد لله يا رب حضرتك تكون بخير وطمني بقى على الأجواء عندك. أهم حاجة كابتن محمد صلاح بس يجي مناتش عشان يبقى أنا عارف الوش حلو. أيوة صح وحضرتك برضو وشك حلو أنا خلاص واثقة أنت هناك إن شاء الله هنكسب. إن شاء الله أنا هنكسب. يا رب إن شاء الله ترجعوا بالكاس يا رب إن شاء الله. والله يا الحمد لله الاجواء يمكن النهارده المؤتمر الصحفي يمكن ادانا ثقه اكتر يعني من كلام مستر بيريرا يمكن حضرتك كنت اعتقد بتعرضيه دلوقتي كنت بسمعه كده يعني فهو الراجل طبعا واثق جدا في اللعيبه وقال ان يعني واثق في امكانياتهم واثق ان الزمالك قال الزمالك هو بطل الدوري وبطل الكاس مش جاي يعني وان هو جاي في بطوله بالنسبه له يعني استثنائيه يعني بطل الدوري وبطل الكاس المفروض انه كان يلعب نفسه يعني لكن طبعا مفروض الاهلي هو طبعا الوصيف فهي هيواجه النادي الاهلي وعارف ان الامكانيات الامكانيات اللعيبه ممتازه جدا اللعيبه اللي بتحقق الدوري وتحقق الكاس وكان طبعا في ناس حبت انها تفكروا ب 2015 يعني المسابقه جه العين قبل كده وان الزمالك يعني ما فازش فقال لا هو كانت ظروف معينه في هذه المباراه الزمالك كان افضل فيها وان 2015 غير 2022 والظروف اتغيرت خالص ووضع الزمالك بقى افضل بكتير رغم ان في 2015 كان الزمالك برضه هو الافضل وان لو كان في فار ما كانتش ضربه الجزاء اتحسبت على الزمالك في الدقيقه 48 وطبعا الهدف بتاع كهربا اللي هو ضيعه في ضربه الجزاء ده اثر كتير وقال ان هو بيحترم اي منافس وان هو سعيد جدا ان هو جه الامارات في التوقيت ده وان اللعيبه قدرت تتاقلم بسرعه جدا على الجو هنا والمناخ هنا وان هم مركزين في المباراه وان هم عارفين قيمه نادي الزمالك وان الزمالك هو ما جاي هو البطل حتى الان وان هو جاي طبعا للمباراه وان هو جاي لتحقيق الفوز ولكن الزمالك الافضل ده مش هيبان غير في الملعب نفسه ونسبه كده في الملعب وان واثق اللعيبه ان شاء الله هتكون هي الافضل فعلا وان هم مركزين وان هم جايين يحققوا يضيفوا بطوله اخرى الى سجل الانجازات بتاعتهم ويمكن النهارده كان في تدريب برضك اللي هو التدريب الاخير تم السماح فيه للاعلاميين بالحضور حوالي ربع ساعه اللعيبه ما شاء الله عليها اللعيبه فايقه جدا ويمكن متحمسين جدا في التدريبات تحس ان هم كلهم مركزين بعيد عن اي حاجه خالص يعني وان هم جاهزين للمباراه وبعد كده التدريب اتقفل طبعا الزمالك زي ما عرفنا في الاجتماع الفني ان هو هيبتدي الزي الازرق بس هو صاحب المباراه وهو صاحب الملعب يعني صاحب الملعب ان هو يختار اللي هو عايزه يعني يختار طبعا الزي الابيض الزي الازرق الزي الاخضر زي ما هو عايز هتتعمل مدحه للعيبه بعد شويه طلبوا مدحه كورونا عن طريق الشركه المنظمه ويمكن دي غير المدحه اللي اتعمل فيه في القاهره هيجي طبيب مخصوص في الفندق بعد شويه وهيعمل مدحه للعيبه هتكون في محاضره فنيه ان شاء الله النهارده هتكون بعد العشاء هيعمل محاضره بقى بالفيديو مع جهاز المعاون واللعيبه يتكلم فيها طبعا كل شيء يخص المباراه من الناحيه الخططيه ومن الناحيه التكتيكيه ويمكن طبعا برضك في حتى الان طبعا لم يستقر على التشكيل اللي هو يلعب بيه او هو استقر عليه ويتم اعلانه قبل المباراه
بساعتين كالمعتاد بعد المحاضره اللي هيلقيها من في الفندق. لكن انا شايف كل اللعيبه جاهزه الحمد لله اللي موجود هنا، عمر جابر وعمر السيسي طبعا كانوا شاركوا امبارح في الدبات، شاركوا طبعا النهارده وكانوا وظهروا طبعا كلهم مستوى جيد. يعني في حاله من التساؤل، يمكن معظم الناس اللي بنقابلهم هنا كل الاماراتيين، يمكن معظمهم يعني تقريبا 99% منهم بيشجعون الزمالك وبيتمنوا الفوز بنادي الزمالك وبيشيروا لنا بعلامه النصر نادي الزمالك في كل مكان اللي احنا بنروح فيه. يمكن برضك في اتصالات دايما بالشيخ مرتضى منصور طبعا رئيس الزمالك، بيتصل بقى تقريبا كل ساعه، بيتصل يطمن على اللعيبه، يطمن على الناس الاجراءات. امير طبعا متواجد خالص، يمكن قافل على الفرقه في الفندق، ما حدش بيقرب من الفندق خالص او من المكان اللي هو فيه اللعيبه، ان هم كلهم في حاله تركيز. نفس الشيء احمد مرتضى طبعا متواجد معانا اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين هنا. يمكن حاجه جميله جدا ان مصطفى منصور وجه الدعوه لعدد من نجوم الكوره القدامه زي كابتن محمود الخواجه، ناصر ابراهيم، مدحت عبد الهادي، كابتن غانم سلطان، موجود برضك احمد عبد الهادي طبعا نجم الكره الطايره، بالاضافه الى جميع اعضاء مجلس الاداره متواجدين هنا، واللي هو على امانه موجود الشيخ حسين المدير التنفيذي. ف حتى الناس هنا برضه بتتكلم غير مستشار، يعني كان نفسهم هم يجوا كده يعني، لكن طبعا صعب جدا لما يسيب النادي في وجود كل المسؤولين هنا في الامارات، فمش هيبقى في اي مسؤول في النادي، فهو اللي شايل المسؤوليه لوحده حاليا في نادي الزمالك. يعني حضرتك فعلا وفيت وكفيت، ولكن عايز اسالك اخيرا عن الجماهير والحضور الجماهيري ودخلات الجماهير في المدرجات، يعني كلمني برضو عن الحضور الجماهيري في الملعب. انت عارفه ان هو يمكن ملعب ضيق شويه، يعني ملعب مش كبير زي الملاعب الثانيه، يمكن اعتقد بيتسع لحوالي 25,000 متفرج، ودرجه الضغط مش كبيره، ويمكن كل التذاكر نفذت. جمهور الزمالك طبعا هنا هم مقسمين طبعا الملعب على جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، وهنا رابطه المشجعين، رابطه مشجعين الزمالك يمكن جاهزه برضك بدخلات وجاهزه ببنرات خاصه بنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى ان يكون طبعا التشجيع مثالي، وده اللي معودنا عليه جمهور الزمالك. يمكن شفنا جمهور هنا في مصر، جمهور الزمالك اللي ورا الفريق في كل حته وبيشجع الفريق بطريقه مثاليه جدا، سواء في ماتش سموحه او ماتش سيراميكا. اعتقد ان شاء الله هتكون كل المكان المخصص للزمالك مليء بجمهور الزمالك العظيم اللي هو دايما داعم وواقف مع الفريق باذن الله. انا بشكرك جدا يعني استاذ مصطفى جويلي، يعني حضرتك بجد وفيت وكفيت، وفعلا حسستني ان انا يعني داخل الملعب وشايفه كل الاجواء من هناك، حسستني بجد ان انا يعني متواجده معاك. انا بشكر حضرتك جدا استاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك، وان شاء الله ترجع وكل الجماهير ترجع معاك ان شاء الله، وترجعوا بالفوز ومعاكم الكاس ان شاء الله، ونحتفل كلنا ان شاء الله داخل قناه نادي الزمالك. بشكر حضرتك جدا. تعالوا بقى نرجع نستكمل أخبارنا، ولكن قبل ما نكمل أخبارنا خلوني أطلع فاصل قصير جدا وبعدها نرجع ونكمل. تعالوا مع بعض نستكمل أخبارنا ونروح لأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، ويأكد أنه هو سعيد بالتواجد في الإمارات لخوض لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي قائلا: نتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتحقيق لقب السوبر لمرة جديدة في الإمارات، ونتمنى أن نحقق الثلاثية، وهذا لم يحدث كثيرا في تاريخ الزمالك، وهدفنا اللقب فقط. زيزو كمان أوضح أنه لا يفكر في الألقاب والأرقام الفردية، لأن هدفه الأول هو فوز الفريق بالبطولات والألقاب، وشدد على أنه لم يحقق هذه الأرقام بمفرده، وبالتأكيد جميع زملائه ساعدوه في ذلك. تعالوا مع بعض نروح لتقرير عن طموح تحقيق اللقب الثالث بعد الفوز بالدوري والكاس موسم 2021-2020، ونرجع ونستكمل أخبارنا. الزمالك على الدوري مصمم، على الصدارة مصمم، على الحفاظ على اللقب مصمم، سبع حروف نعشوا حب الكيان، الزمالك حب وعشق على مر الزمان، بشبابه وبمحترفيه. الثلاثية حلم 2022، عنوان الساعة في مدرسة الفن والهندسة، الملايين في انتظار ثالث ألقاب عام 2022، وحصد إنجازا تاريخيا جميلا،
الزمالك في عام 2022 حقق الأحلام الجميلة وصنع الواقع الأسطوري وبات على بعد خطوة واحدة من إنجاز تاريخي وحصد ثلاثية في موسم واحد. الزمالك في عام 2022 نجح في الحصول على لقب بطل كأس مصر بعدما حقق فوزا لا ينسى على الأهلي بهدفين مقابل هدف في النهائي قبل أسابيع، مباراة شهدت تألق كبير لجميع اللاعبين، وافتتح له التسجيل أحمد سيد زيزو ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثاني، ولم يوفق في تسجيل عدة فرص أخرى، ونجح الزمالك في الفوز بهدفين لهدف بعد 90 دقيقة مثيرة وجميلة. لسه مع الكرة يلعب العرضية والهدف الأول، والهدف الأول للزمالك، البداية من زيزو، البداية من زيزو، خرج الشناوي فعق بسيف الجزيري. ورفع لاعبو مدرسة الفن والهندسة الكأس عاليا، وبعد التتويج بأيام قليلة عاد الزمالك لتحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية في سباق الدوري ليحصد الثنائية المحلية ويحسم لقب بطل الدوري ويحصد الدرع رقم 14 في تاريخه، لينهي الزمالك بعد 34 جولة الدوري الممتاز في صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة من الفوز في 24 مباراة والتعادل 5 مرات. وغدا الجمعة تعيش جماهير الزمالك ليلة أخرى من ليالي مدرسة الفن والهندسة بحثا عن حلم التتويج بطلا بالسوبر المصري وحصد الكأس الثالثة له في عام 2022 وكتابة تاريخا ذهبيا جديدا وإسعاد الملايين من عشاق الزمالك في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط. الزمالك على الدوري مصمم، على الصدارة مصمم، على الحفاظ على اللقب مصمم، سبع حروف نعشوا حب الكيان، الزمالك حب وعشق على مر الزمان بشبابه تعالوا برضو نروح للزميل محمد ساهر وأجرى لقاءين مع الإعلاميين الإعلامي سعيد المعمري والإعلامي حامد الظاهري برضو من الإمارات ليطلعنا برضو على آخر المستجدات وآخر التفاصيل، وبعدها نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا كابتن أحمد مجدي نجم ولاعب الزمالك السابق. قبل مباراة السوبر المصري طبعا يسعدني أن يكون معي الإعلاميين الكبار في أبو ظبي سعيد المعمري وحامد الظاهري، طبعا إعلاميين كبار جدا في قناة أبو ظبي، يعني نتكلم معهم أكتر عن مباراة السوبر اللي بينتظرها عشاء الوطن العربي كله، الزمالك والأهلي في استاد هزاع بن زايد، وبجانبنا طبعا الاستاد برحب بيكم عشاء قناة الزمالك. أهلا وسهلا، كبرت فينا وايد يا أخوي، الله يعطيك الصحة والعافية، نورتونا وأهلا وسهلا بكل المصريين عندنا في الإمارات. أتمنى يا رب إن شاء الله نكون على قدر ضيافتكم بما يليق فيكم يا كابتن. شكرا أستاذ سعيد. أستاذ حامد برحب بك عشان قناة الزمالك. الله يرحبك، نحن اللي رحب فيكم في بلدكم الإمارات، طبعا نحن سعداء أن نحتضن هذا الكلاسيكو الكبير في الوطن العربي والكبير في قلوبنا نحن لأنه يحمل اسم مصر. سعيد المعماري طبعا اهميه اللقاء هنا في الامارات دوله شقيقه، واستاذ هزاع بن زايد المباراه شايفها ازاي؟ المباراه قويه جدا قطبي الكره المصريه، شايف المباراه ازاي والاعلام هنا تناولها ازاي عندكم هنا في طبعا الامارات؟ شوف هو من اسمها تكفي، فخامه الاسم تكفي، الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، اليوم هذا فريقين من اكبر فرق الوطن العربي، من اكبر فرق قاره افريقيا ومن اكبر فرق العالم، هذا شيء واقعي، الفريقين مميزين رائعين يمتلكون كثير من الحظوظ ولهم جماهيريه في كل مكان، اليوم لما سميناها كلاسيكو العرب ما كانت من فراغ، فان تكون هذه المباراه حاضره على ارض الامارات فهو فرحه كبيره لنا وسعاده ما نقدر نوصفها، على مدى السنوات الماضيه اللي كانت حاضره هذه المباراه، اليوم نستقبلها مره اخرى بعد جائحه كورونا ونستقبل اخواننا المصريين، قوه هذه المباراه تكمن في ان الفريقين يعني في اتم الجاهزيه والاستعداد لها، اليوم الزمالك بطل الثنائيه يطمح للثلاثيه، الاهلي الذي يطمح لان يكون يعني ياخذ له لقب من القاب الموسم ولا يطلع خالي الوفاض، اعتقد هذا الشيء نفسيا راح يحفز اللاعبين، اما على القيمه الفنيه فلا غبار على الفريقين، الزمالك يقدم موسم مميز رائع جدا، توجهوا بثنائيه واعتقد ان من حقه انه يتحدث عن فكره الثلاثيه، على الطرف الاخر مباراه مهمه، الاسماء الموجوده هي عماد المنتخب وغير ذلك الاهلي والزمالك، هي المباراه ما تكون في مباراه نهائيه فاعلم انك مباراه. و
ورجعنا لكم مره ثانيه بنستقبل ضيفنا كابتن احمد مجدي نجم ولاعب الزمالك السابق. منور الدنيا يا كابتن. نورك يا مها واهلا بيكي، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه كده دايما. يا رب ان شاء الله. ويعني اتمنى انك تبقى وش السعد علينا وبكره نحتفل ونفكر بعض ان شاء الله ان ايه كانت الحلقه وش ان شاء الله ثلاثيه بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب المباراه بقى فنيا انت شايفها ازاي؟ طبعا ماتشات القمه ما بيبقاش فيها توقعات كتير على حسب سير الماتش، ما فيش حد بيقدر يتوقع مين هيكسب مين مش هيكسب. الحاله الفنيه للفرقتين قبل الماتش مش هي اللي بتحكم النتيجه. الزمالك لعب ماتشين في الدوري يكسبهم باداء برضو الناس مش مقتنعه قوي بالاداء، بس ده الطبيعي، اللعيبه ما خدتش فتره راحه كبيره بعد بعد الموسم اللي فات، صفقات جديده، بس اهم حاجه في الوقت ده في بدايه الدوري ان انت تاخدي الثلاث نقط والمكسب، وبنفس الموضوع برضو للنادي الاهلي، وكده كده الوضع الفني ما اختلفش كتير قوي لان الزمالك متمسك بال 11 اللي بيلعبوا من الموسم اللي فات مع تدعيمات خفيفه خالص، حتى اللعيبه الجديده اللي دخلت الفرقه ما فيش فيهم ناس كتير بتلعب، يعني لسه المهاجم الافريقي سامسون لسه مش بيلعب اساسي. زكريا الوردي برضو الراجل بيحاول يديله ان هو يدخله في اجواء الماتشات، بس لحد دلوقتي برضو لسه ممكن قدامه فتره شويه لحد ما يتعود على اللعب في الدوري المصري. هو لعيب امكانياته كويسه جدا وهيفيد الزمالك الفتره الجايه. في صفقات تانية طبعا عندنا كتير، تعتقد بكره ممكن مستر فيريرا يغير شويه في القوام الاساسي اللي هو اصلا متعود يلعب بيه ويدفع بيهم في مباراه مهمه زي دي، ولا مش وده مثلا يبقى دافع ليهم اللي هو تعالى مباراه قمه مباراه كبيره، ومستر فيريرا مش غريب عليه ان هو يدفع بناس جديده في مباريات قمه، يعني ده حصلت قبل كده، وهو رفع شعار معروف جدا ان المجتهد هو ده اللي هيلعب، ممكن تبقى دافع ليهم ان هو يخليهم مثلا متواجدين في مباراه بكره ويبقى ظهور اول ظهور مميز يثبتوا نفسهم كمان للجماهير، ولا مش هيلجا للحته دي؟ حتى لو لجأ للموضوع ده فاللي الناس اللي هتلعب هتبقى جديده والناس اللي هتطلع هتبقى جديده برضو، يعني مثلا الماتش اللي فات كان اخر ماتش زكريا الوردي بيلعب، ده التغيير اللي ممكن يحصل، وممكن عمرو السيسي يلعب مكانه، فهو برضو لعيب جديد، فالاثنين عايزين يثبتوا نفسهم للمدرب ويثبتوا نفسهم للجمهور ويحققوا اول بطوله ليهم مع نادي الزمالك. هم جايين نادي بطولات، واخد الدوري واخد الكاس وان شاء الله السوبر، ويبقى ثلاثيه في 22. فالموضوع كله حتى عمر، يعني عمر جديد بس صفقه جديده، بس عمر مش جديد على نادي الزمالك، عمر كابتن نادي الزمالك ولعب تحت ضغوط كتير، لعب ماتشات قمه كتير، فالموضوع مش هيبقى فيه اختلاف كتير الفتره الماتش الجاي. المباراه ازاي مستر فيريرا يتعامل مع هذه المباراه نفسيا كمان بالذات مع الجماهير مع اللعيبه، لان انت عارف ان المباراه دي تبقى مهم جدا جدا ان انا اشتغل على النفسيه، اشتغل على النفسيه من ناحيه ان انا اطمنهم، ولا اشتغل على النفسيه كمان من ناحيه ان انا احمس اللعيبه بتاعتي. هو مميز في الحته دي مستر فيريرا، واللعيبه بتتقبل الموضوع ده، واللعيبه خلاص وصل لها المكسب عشان عايزين بطولة. كان الأول عايزين نكسب نحسن الوضع، نحاول نلحق بالمركز الثاني، نحاول نلحق المركز الأول. دلوقتي نادي الزمالك كل الناس هي اللي بتحاول تلحقه. نادي الزمالك هو بطل الدوري وهو بطل الكاس، يعني أصلا ماتش السوبر هو بيلعب الثاني من الدوري، فالموضوع كله مش خلاص بقى عادي وطبيعي ان احنا الماتش ده ماتش كاس وماتش سوبر، فاحنا لازم نكسب الماتش ده عشان نحقق البطوله، فده بقى عادي بتاع لعيبه نادي الزمالك. الجماهير برضو عليها عامل كبير بكره، شايف ايه الدور اللي المفروض تلعبه كمان الجماهير بكره بالذات؟ الجماهير بالذات على فكره مش بس ان هي تدعم وكده، دايما بنتكلم على حته ايه ممكن لاعب يتاخر شويه في ان هو يحرز هدف، فبرضه هنا بيبقى في عامل كبير جدا على الجماهير. الجمهور الوحيد في المنظومه بتاع نادي الزمالك الوحيد هو اللي الدوافع عنده ما بتتجددش، لان هو على طول داعم للفرقه وداعم للعيبه،
على طول على طول متذكر ان نادي الزمالك نادي بطولات، والفتره دي على طول نادي الزمالك بياخد بطولات، فالجمهور ما بقاش قلقان من ماتش من ماتش الاهلي، بالعكس في الفتره دي احنا مطمنين جدا، وان احنا نقدر نكسب، وان احنا عندنا لعيبه، وان احنا عندنا فرقه تقدر تقدم كره كويسه وتقدر تكسب الماتش، فالجمهور هيعمل اللي عليه في الماتش، وانا اتوقع ان جمهور الزمالك هيبقى حاضر بقوه بكره ان شاء الله. كنت رايك كيف في استقبال بعثه الزمالك في الامارات؟ عايز اقول لك يعني ده على طول الطبيعي، ده حتى في الامارات ما بيبقاش في استقبال قوي اكتر، يعني تخيلي مثلا نادي الزمالك رايح قطر، قطر الرابطه هناك قويه جدا، فده ده الوضع الطبيعي نادي الزمالك في الامارات، والدول العربيه كلها متميزه في الموضوع ده، فنادي الزمالك بيروح اي حته ده الطبيعي بتاعه يعني. الناس بتتفائل لما الزمالك بيرتدي الطقم الازرق، انت من الناس دي اللي بتتفائل بطقم معين او حاجه معينه؟ لا لا خالص، لا خالص، هو نادي الزمالك معروف عليه التيشيرت الابيض بخطين حمر، فهي حاجات بتبقى حاجات اداريه وحاجات الجمهور بيتداولها، لكن معروف على نادي الزمالك التيشيرت الابيض بخطين حمر، وسواء الابيض سواء الازرق ان شاء الله مكسب يعني. عايزه اتكلم معاك طيب عن التشكيل من الناحيه الفنيه، مع طبعا الاخذ في الاعتبار عن الغيابات اللي احنا عندنا. اولا ايه الطريقه المناسبه اللي مستر فيريرا يلعب بيها غدا لمواجهه الاهلي، ومين اللاعبين كمان اللي هو يبدا بيهم؟ يعني عايزين نتكلم في التشكيل كله، من طريقه اللعب، اللعيبه اللي يبدا بيهم، اللعيبه اللي ممكن يغيرهم في كمان الشوط الثاني كدعم كمان ليهم في حاله ان شاء الله الفوز، فعايزين نتكلم وكمان طريقه اللعب اللي هو المفضله او المفروض ان هو يلعب بيها بكره. الراجل عامل حاله في نادي الزمالك، فمش ناس كتير بتتغير، ومش الطريقه بتتغير يعني بيقلب الطريقه لطريقه تانية، هو الراجل معتمد على 3-5-2. الثلاثه اللي ورا هيبقى الجون هيبقى عواد، والثلاثه اللي ورا هيبقى حمزه المسلوسي مع عبد الغني مع عوده حسام عبد المجيد من المنتخب. ناحيه اليمين هتلاقي عمر جابر، هتلاقي ناحيه الشمال فتوح، الثلاثه بتوع نص الملعب هتلاقي رؤى، هتلاقي امام. هتلاقي بقى الاختلاف في الحته دي، ممكن هل هيدي لزكريا الوردي تاني هيدي له الثقه في ماتش زي ده، ولا هيدي لعمرو السيسي، ولا هيدخل عمر جابر مثلا ويلعب سيد نيمار ويبقى سيف الجزيري وزيزو قدام. فهي الاختلاف كله هيبقى في واحد بس، في حد واحد في بس حد ولو واحد بس. يحصل تغيير في الشوط الثاني مثلا زي ما عندك بيعمل. عندك دلوقتي بره ناس تقدر تصنع الفارق يعني. عندك دلوقتي سيد نيمار، عندك دلوقتي في مركز المهاجم سامسون، عندك شيكابالا. طبعا شيكابالا يعني بالنسبه لماتش الاهلي والزمالك ده حاله تانية خالص غير الحاله بيبقى الفنيه، بيبقى عليه دور كمان جدا 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 كبير في الماتش ده، جدا جدا نفسيا حتى في الفرقه، بيبقى تواجد شيكابالا في الملعب مهم جدا لفرقه نادي الزمالك، وهو زي الناس بتقول كده هو كعبه عالي قوي في الماتشات دي، يعني بيجيب جوان ويكسب الفرقه زي ما حصل قبل كده. فدلوقتي الاحتياطي بتاع نادي الزمالك يقدروا يصنعوا الفارق، عند المهاجم الافريقي سامسون وشيكابالا، وفي عبد الله جمعه رجع من الاصابه، وعندك هتلاقي بره مصطفى الزناري، هتلاقي السيسي. لا خلاص يعني النواقص اللي كنا بنتكلم فيها السنه اللي فاتت في الدوري دلوقتي ما بقتش موجوده خالص. شيكابالا قلت لي ان هو عليه دور كبير جدا في الماتش ده، ايه الدور اللي على شيكابالا كمان مش فنيا لا نفسيا مع اللعيبه؟ نفسيا شيكابالا لعب ماتشات قمه من 10 سنين 15 سنه يعني من فتره كبيره جدا، فممكن يقدر يدي للعيبه اللي موجوده ايه اللي هيحصل، ممكن يقرا سيناريو الماتش من قبل المباراه، يقدر يتكلمهم نفسيا، لا هنتعامل مع الموقف ده ازاي، لو احنا جبنا جون ايه اللي هيحصل، لو احنا دخل فينا جون، لو الماتش مشي تعادل ايه اللي المفروض يحصل، في حاجات كتير شيكابالا هيقدر يديها للعيبه، وخصوصا اللعيبه اللي لسه داخله جديد على نادي الزمالك، زي اللعيبه اللي جايه مثلا من طلائع الجيش، اللعيبه اللي جايه من بره، زكريا الوردي، زي المهاجم الافريقي، يقدر يعرفه الاجواء هتبقى عامله ازاي، خصوصا ان احنا هنا بنلعب في مصر مش باعداد كبيره في الجمهور، فهيتخضوا بكره مثلا اللعيبه دي اما يلاقوا الاستاد مقفول وتشجيع، يعني انت عارفه نادي طبعا. الزمالك هتلاقي الملعب بكره مقفول يعني. اول جولتين في الدوري اللي هما كانوا سموحه وسيراميكا يختلفوا عن السوبر بالنسبه للاداء للتفكير لكل حاجه؟
يختلفوا طبعا، دي ماتشات دوري، فانت ممكن تكسبي تتعادلي، عندك فرصه ان انت تعوضي. تعوضي بعد كده، لكن ماتش السوبر له حسابات كتير. اهم حاجه في الماتش ده ان ما يجيش فيكي جون في الاول، اهم حاجه تبادري في التسجيل، حتى لو ما قدرتيش ان انت تسجلي تفضلي ماشيه الماتش لاخر دقيقه في الماتش، ما عندكيش مشكله، اهم حاجه ما يدخلش فيكي جون. لو قدرت ان انت تجيبي جون تقدري تحافظي عليه وتقدري تزودي الاهداف، بحيث ان لو حصل اي حاجه في الماتش يبقى انت لسه برضو متقدمه، عندك بعد كده في وقت اضافي، الراجل برضو مش هيستعجل في التغييرات لان في وقت اضافي، لو ال 90 دقيقه وصلوا للتعادل، ففي معطيات كتير في الماتش ده مش زي ماتشات الدوري خالص. ايه السيناريو اللي انت تتمناه او السيناريو اللي انت يمشي بيه نهج المباراه؟ بالنسبه لنادي الزمالك مش هيبقى عنده مشكله لو الماتش راح لوقت اضافي، لان نادي الزمالك بيلعب في افريقيا من قبل نادي الاهلي بكتير. لعبنا دور ال 64 ولعبنا دور ال 32، هم لعبوا متاخر عننا شويه، فنادي الزمالك بدنيا هتلاقيه متفوق جدا في الناحيه البدنيه، فمش هيبقى في مشكله في الوقت الاضافي. بس السيناريو الافضل لنادي الزمالك ان هو يحاول يخلص الماتش في ال 90 دقيقه ويخلص البطوله من بدري. كنت عايزه اكلمك بقى من الناحيه البدنيه، وانت كنت في بدايه كلامك بتقول ان اللعيبه طبيعي جدا ان احنا في المباراتين اللي فاتوا من الدوري طبيعي جدا ان احنا ما نقدمش احسن اداء عندنا، لان احنا كنا يعني بدنيا برضو كنا مش احسن حاجه، وفعلا ما خدناش راحه طويله في تلاحم موسم ورا الموسم، وكان عندنا كمان كاس لوسيل، فيعتبر ان احنا فعلا ما خدناش راحه كافيه، اللعيبه فعلا ما ارتحتش، ولكن الحمد لله احنا عملنا ميركاتو صيفي قوي جدا ممكن نريح لعبتنا، ولكن احنا لسه مستمرين على نفس القوام الاساس اللي احنا بنلعب ليه لحد حتى ما اللعيبه الجديده دي تدخل في الاجواء حبه حبه ونقدر نريح القوام الاساس اللي كنا بنلعب بيه. ده هيبقى عامل برضو يعني يضغط علينا بكره ولا بدنيا لازم نبقى بدنيا بدنيا مش هتتاثري من الناحيه البدنيه دلوقتي، هتاثري بيها كمان شويه في نص الدوري، في نص الدور الاولاني هتشوفي الاجواء هتبقى عامله ازاي، لكن دلوقتي انت مكمله على الحاجات اللي هم اخدوها في الفتره اللي فاتت، المفروض دلوقتي خلاص اللعيبه رجعت لفورمتها، مش يعني خلاص التمرين فورمه الماتشات خلاص رجعت، فخصوصا ان الراجل هيبدا يعمل روتيشن في الفتره اللي جايه، فمش هتاثر الموضوع ده دلوقتي، هياثر بعدين، فبعدين ده هيكون اللعيبه مثلا مصابه، رجعت دونجا موجود، اللعيبه الجديده رجعت، في اللعيبه الجديده خدت على الاجواء في الدوري، فهيبدا يعمل روتيشن في الوقت ده، لكن في الوقت ده ما فيش مشكله. ايه الاخطاء اللي انت كنت شايفها في مباراتي سموحه وسيراميكا وشايف ان احنا لازم نتداركها في مباراه السوبر؟ الماتشين اللي فاتوا عندنا ميس باص كتير، الكرة بتتقطع كتير، الحلول الهجومية ما بقتش موجودة كتير، خصوصا ان عمر جابر مش نفس الناحية الهجومية بتاعت سيد نيمار، والطريقة دي بتعتمد على الباك رايت ده يبقى هجوميا كويس جدا، فانت عندك الناحية اليمين مش هجوميا نفس القوة بتاع الشمال، خصوصا ان فتوح وزيزو عاملين جبهة كبيرة جدا. انا اسفة لمقاطعة كلامك، ولكن عايزة نبص على الشاشة وتشوف معايا جون هدف سامسون اكينولا في مباراة سموحة في اول مشاركة ليه، قدر يثبت نفسه من اول مشاركه، باين قوي ده يفرق معاه في مشواره مع الزمالك ويفرق معاه نفسيا، وده ممكن تبقى ثقه من الجماهير وكمان من مستر فيريرا ان هو يشارك في مباراه قمه. طبعا بالنسبه لسامسون فهي ثقه كبيره جدا ان هو قدر يثبت نفسه من اول 10 دقائق يلعبهم في الدوري، ويوضح للناس ان الصفقه دي هتعمل حاجه لنادي الزمالك. بس في الاول وفي الاخر مش هتقدري تديله في ماتش زي ماتش القمه، خصوصا ان سيف ماشي بطريقه كويسه، واقول لك على حاجه، سيف بكره كلمه السر في نادي الزمالك، سيف هيقدر يتعامل خصوصا مع دفاعات نادي الاهلي ان هم بيحضروا من تحت قوي، ان هيبقى انت لعبت معاه في المقاولين، فهيبقى في مساحات ورا دفاعات نادي الاهلي، فسيف كلمه السر بكره ان شاء الله. كلمة مين كمان بمناسبة كلمات السر، مين كمان بكرة ممكن يبقى كلمة السر أو ورقة رابحة؟ رؤى، محمد أشرف رؤى. رؤى له دور مهم جدا الماتش الجاي، رؤى الناس هجمته فترة كبيرة، لأن اللي كان بيلعب مكانه حد جامد قوي، ف
رؤى على بال ما قدر يطور من نفسه في المكان ده. رؤى دلوقتي الماتشين اللي فاتوا بالظبط لسه اقول لك هو فعلا ماتشين من نجوم من نجوم نادي الزمالك، فرؤى قدر يطور نفسه بطريقه كبيره يتفوق على نفسه بالظبط. نفس الهجوم اللي رؤى تهاجمه كان نني بيتهاجمه. المكان ده عايز واحد يتطور، عايز واحد ياخد ماتشات كتير، خصوصا ان هو عنده الامكانيات ان هو يعمل كده. فانا بحييه على اصراره ان هو اتطور في المكان ده، وان شاء الله يقدم لنادي الزمالك اكتر من كده. لعبت قصاد رؤى كتير يعني، لعبت معاه في نادي الزمالك اول سنه ليه في نادي الزمالك انا وهو كنا موجودين. كان بادئ كويس جدا مع نادي الزمالك، بس الفتره السنه دي كانت النتائج مش كويسه فكانتش مساعده قوي. بعد كده طارق حامد كان موجود فالوضع كان متغير شويه، بس كويس ان هو قدر يفضل موجود في نادي الزمالك وقدر يطور من نفسه، ده مش عيب يعني. لا هو فعلا يعني هو بعتبر رؤى رسالة لأي حد عايز يجتهد، إنه الإنسان طبيعي جدا إن هو في الأول ما يبقاش في أحسن حالاته، بعد كده مرة على مرة يبقى بيطور من نفسه، يبقى بيجتهد، يبقى بيشتغل على نفسه. طبيعي جدا أنت طول ما أنت بتشتغل على نفسك طبيعي جدا أنت في الآخر الناس تتكلم عنك وتقول إنك أنت محمد أشرف رؤى فعلا عامل مباراتين كمان المرتين اللي فاتوا. لأ عامل مباراتين أقوياء جدا، والناس كلها على فكرة بتتكلم فعلا على رؤى وقد إيه هو فارق، وزي ما أنت قلت فعلا متطور بشكل ملحوظ جدا. هو مؤمن بنفسه جدا ومؤمن ان هو يستاهل ان هو يبقى موجود في المكان ده. وكمان برضو عشان ما ننساش لازم نشكر الاداره، لان قدر ان هم يجددوا عقد رؤى، فدي برضو ثقه من الاداره. فيعني فهو اللعيب دلوقتي ما عندوش اي مشاكل بره الملعب خلاص. الراجل مجدد والراجل بيلعب اساسي والراجل من نجوم الفرقه، فكل تركيزه هيبقى على الملعب دلوقتي وممكن يدي اكتر من كده كمان. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونستكمل كلامنا مع ضيفي الكريم كابتن احمد مجدي نجم ولاعب الزمالك السابق. حضرتك رأيك إيه بالفعاليات النهاردة؟ طبعا يعني 50 عاما من الحب والاحترام المتبادل بين الشعب المصري والإماراتي. نحمد الله أنه 50 سنة من هذه العلاقات الطيبة، ونذكرنا أيامنا في السبعينات لما كنا ندرس في مصر، والحمد لله العلاقات هذه مستمرة وبقوة وكل يوم عن يوم تقوى أكثر. وهذه الاحتفالية تدل على عمق العلاقات بين الإمارات وبين مصر. وإحنا كطلبة مجموعة كبيرة من الطلبة اللي شفتوهم اليوم درسنا هنا في فترة السبعينات عندما كانت يعني دولنا ما فيها لا جامعات ولا شيء، احتضنتنا مصر. وأكثر المسؤولين الآن في دولة الإمارات اللي أخذوا كوزراء وكمسؤولين من خريجي مصر. خليني أقول لك إن أنا سعيدة جدا أصلا بالاحتفالية النهاردة. أنا بتشرف كل عام إن أنا ببقى موجودة في العيد الوطني. آخر حدث حصل بيننا وبين الإمارات وكنت من ضمن المساهمين في حاجة كويسة فيه، جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن أنا كنت المنسق بالنسبة للمصريين في تسجيل للجائزة وإن هم يتأهلوا للجائزة، وحضرت حفلة تسليم الجوائز وتشرفت ان كان اكبر عدد من المسجلين كان مصريين. فده ان ثبت الحمد لله التنسيق الكويس اللي كان بيننا وبينهم. الاحتفاليه النهارده فوق الممتازه، الفعاليات اللي بتحصل فيها والجلسات قويه جدا وحاجه جميله جدا بتورينا مدى التطور والعلاقه القويه اللي ما بيننا وما بين الامارات. انا اشتغلت طبعا مع كوتش فريرا، وكان من حظ ان انا اشتغلت معاه، كنت المدير الاداري مع الجهاز، وحققنا بطوله الدوري والكاس 2015. من المديرين الفنيين الكبار جدا اللي عندهم شخصيه، اللي عندهم شغل كتير جدا دي اللعيبه بتاعته، وشفناه انه فرق مع ناس الزمالك كتير الموسم المنقضي اللي الزمالك اخذ فيه الدوري والكاس. من نوعيه المديرين الفنيين اللي بيشتغل بره الملعب كمان اكتر من جوه الملعب، اللعيبه بترتبط بيه بشكل قوي جدا. لعيب مدير فني عنده شخصيه، مدير فني عنده شغل كتير بيقدر ينقل اللعيبه بتاعته. أكيد الكرة المصرية استفادت منه بشكل كبير، وأتمنى إن في دلوقتي كمان في الدوري المصري أسماء كبيرة زي كولر، زي كابتن إيهاب جلال، زي فريرا، زي ما احنا ما بنقول في أسماء كتير دلوقتي، مش عايز أنسى حد، لكن أتمنى إن الفرق المصرية تستفاد من المدربين الأسماء الكبيرة الموجودة السنة دي في الدوري المصري. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه الحديث مكمل عن لقاء القمة غدا.
عايز اسالك بقى، ازاي الزمالك يستغل اخطاء الخصم ونقاط ضعف، يشتغل كمان على نقاط الضعف عنده؟ انت عندك لعيبه تقدر تعمل الحاجات دي، عندك زيزو عنده حلول فرديه، عندك امام عنده مهاره تصويب، عندك سيف ممكن يقدر يتحرك ورا المدافعين، عندك مميزات كتير، عندك الكور الثابته دلوقتي، عندك حسام عم مجيد مميز في الموضوع ده، ففي حاجات كتير احنا نقدر نستغلها، بس اهم حاجه ان احنا موضوع الناحيه الدفاعيه لازم نتطور فيه اكتر، وموضوع الميس باص نقدر نقلله بشكل كبير. في ماتشات زي دي مش هتبقى متحمله اخطاء كتير في نص الملعب، في ال 18، في نص ملعبك، في مناطق هم عندهم لعيبه كويسه ممكن يقدروا يستغلوا الكلام ده. لازم نقلل الاخطاء بتاعتنا ونستغل الاخطاء بتاعتهم عن طريق اللعيبه المميزه اللي عندنا، زيزو، سيف، امام، الناحيه الثانيه عمر لو مكمل. عندنا حلول، يعني الموضوع ده مش صعب. كنت لسه بتتكلم دفاعيا ان احنا لازم نتدارك اخطائنا الدفاعيه. تعرف ان احنا عندنا غياب طبعا للونش، ربنا يا رب يرجعه بالسلامه، ولكن شايف مين البديل الانسب؟ ولكن خلينا قبل ما نتكلم عن دفاع نادي الزمالك خلينا نروح نستقبل مراسلنا محمد ساهر من الامارات علشان يطلعنا على الجديد واخر المستجدات. مساء الخير يا ساهر. مساء الخير نهى، دايما متالقه على شاشه قناه الزمالك، وتحياتي طبعا النجم احمد مجدي، واهلا بكل مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان. النهارده طبعا كان يوم يعني في تركيز كبير جدا من كل افراد البعثه، لاعبين ومجلس اداره ونجوم قدامى. انا دلوقتي متواجد في فندق الاقامه للاعيبه القدامى طبعا، والصحفيين اللي موجودين، وطبعا نجوم نادي الزمالك، وطبعا الكابتن جمال عبد الحميد، والكابتن خالد لطيف، واعضاء مجلس الاداره الاستاذه بسنت جوهر، واستاذه مريم رزق، يعني اللي هو علاء مقلد، كلنا هنا يعني طبعا مركزين كلنا زي اللعيبه بالظبط. النهارده كان في مؤتمر صحفي الساعه 2 الظهر، كان مستر فيريرا عامل مؤتمر مع احمد سيد زيزو، واتكلم عن اهميه هذا اللقاء، والصحفيين اتكلموا معاه عن لقاء طبعا السوبر اللي هينطلق غدا السابعه مساء بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت الامارات، على استاد هزاع بن زايد. ونقلنا لكم منذ قليل الاستاد وجماله وأرضية الملعب وكل ما يدور داخل الملعب، باستاد هيبقى 25,000 متفرج، مناصفة طبعا بين جماهير الزمالك وجماهير الاهلي. مباراة هتكون مهمة جدا تحت يعني قيادة تحكيمية برتغالية، نتمناها ان شاء الله تكون سهرة بيضاء كده وسوبر ابيض بخطين حمر. مستر فيريرا اكد على اهمية هذا اللقاء، واكد على كمان يعني اللعيبة كلها انها مركزة في هذا اللقاء، واتكلم عن ان الصفقات الموجوده طبعا لازم تبذل مجهود كبير جدا عشان تكون متواجده في صفوف نادي الزمالك، واتكلم كمان تكتيكيا عن المباراه، وقال ان في مفاتيح لعب طبعا هو عارفها للنادي الاهلي، وكمان احنا عندنا قوة برضو عندنا في نادي الزمالك، وعندنا لعيبه تقدر تصنع الفارق في اي وقت. وكمان وجهوا كلام طبعا واسئله لزيزو، اتكلم بيسالوا على انجازاته مع نادي الزمالك، هو بيفكر في الانجازات اكتر، قال لهم انا ما بفكرش في نفسي، انا بفكر كمان في انجازات لكل اللعيبه وانجاز لنادي الزمالك ككل، وان هو فخور ان هو لاعب في نادي الزمالك. بعد المؤتمر رجعنا على فندق الاقامه، لقينا طبعا منتظرنا الاستاذ احمد مرتضى منصور رئيس البعثه جاي يطمن علينا ويتكلم معانا كلنا عن اهميه هذا اللقاء، وتبادل الحوار كان شيق جدا مع الاستاذ احمد مرتضى منصور اللي ما بيسيبناش لحظه بلحظه، ودايما بيتصل بينا وبيكلمنا دايما وبيطمن علينا زي المستشار مرتضى منصور، بيكلمنا لحظه بلحظه وبيكلم اللعيبه وبيحسهم طبعا على الفوز بهذه المباراه. وطبعا موفر لنا إقامة جميلة جدا هنا مع نجوم نادي الزمالك، وبيتكلم دايما معانا أول بأول عن طبعا هذا اللقاء. كمان خليني أقول لك منذ قليل كان في تدريب بقى الرتوش الأخير، التدريب الأخير على استاد هزاع بن زايد، انطلق المران النهاردة منذ قليل الساعة 6:30، كان طبعا التدريب الأخير أو الختامي كده مستر فيريرا مع اللاعبين. طبعا كانت المباراة كانت تسخين خفيف كده بالكرة ومن غير الكرة، والحراس المرمى عواد وصبحي ونديم كانوا مع كابتن ايمن طاهر، برضو تسخين كان خفيف كده، وبعد كده اتعملت تقسيمه خفيفه كده على نص ملعب، برضو رتوش اخيره كده، ضربات حره وضربات من منطقه الجزاء، يعني مهام كده للهجوم ومهام للدفاع، طريقه اللعب، الكور الثابته، يعني كانت جمل خفيفه كده. وبعد تدريب الفريق الزمالك هينزل الفريق النادي الاهلي، كان عنده تدريب برضه على استاد هزاع بن زايد،
وكان في تغطية إعلامية كبيرة جدا من الصحفيين الإماراتيين وكل الإعلاميين هنا في الإمارات بيتكلموا عن اللقاء وعن أهمية هذا اللقاء وإن المباراة مش هتكون سهلة، وبيكلموا عن نادي الزمالك إنه عنده قوة ضربة والزمالك دلوقتي متفوق دوري وكاس وماشي على دور المجموعات في أفريقيا. يعني كان في ردود أفعال كويسة جدا، دي كانت أجواءنا هنا حتى الآن. مها لو عايزة تسألين أي سؤال أنا معاك. أنا بشكرك جدا زميلي محمد ساهر من الإمارات، بشكرك وإن شاء الله ترجع لنا رب معاك الكاس بإذن الله، بشكرك جدا. رأيك إيه في اللي قاله محمد ساهر والاجواء اللي موجوده هناك في الامارات؟ حلوه جدا، خصوصا ان في نجوم نادي الزمالك القدامى كابتن جمال والبعثه كلها اللي موجوده، في يعني تحسس الناس ان نادي الزمالك مش عنده نجوم وعنده اساطير في اللعبه، والامارات معروفه يعني ان الاجواء بالنسبه للماتش هتبقى كويسه جدا، فده يساعد الفرقه ان شاء الله ان هي تحقق المكسب. دور الجماهير في المباراة بالذات من وجهة نظرك وازاي يحفزوا بقى اللعيبة ويبقوا وراهم ويبقوا مساندينهم ويبقوا في ظهرهم؟ انت عارف طبعا جماهير نادي الزمالك دايما ليها دخلاتها، يعني اعتقد بكرة الاستاد او الملعب يعني هيشتعل بجماهير نادي الزمالك، واعتقد هنشوف يعني عظمة بتحصل داخل المدرجات. هو حتى كانوا اعلنوا ان في دخلة هيعملوها مسموح بدخلة لجمهور الزمالك والجمهور الاهلي، فاكيد جمهور الزمالك هيبقى عامل دخلة كويسة، بجانب ان الجمهور بيتبسط لما بيشوف فرقة نادي الزمالك هناك. الناس المصريين اللي في الامارات بيبقوا مستنيين نادي الزمالك بفارغ الصبر يشوفوا نادي الزمالك، خصوصا في ماتش زي ماتش السوبر، وهتبقى اكتر لو نادي الزمالك بادر بالتسجيل وحقق البطوله. هتشوفي اجواء كويسه جدا من جمهور نادي الزمالك اللي مش بيبخل على نادي الزمالك باي حاجه في اي ماتش. عندك حق. كنا قبل ما نروح لي ساهر كنا بنتكلم دفاعيا، ومع غياب محمود حمدي الونش واللي طبعا بنتمنى له السلامه وباذن الله يرجع سريعا، مين يعوض غياب الونش؟ هو طبعا ما فيش حد بيقدر يعوض غياب حد، خصوصا نجم كبير زي الونش بقاله فتره كبيره في التوب فورم بتاعته مع المنتخب ومع نادي الزمالك، فما فيش حد هيقدر يعوضه، بس الحمد لله نادي الزمالك عنده الفتره دي بدايل كتير ولعيبه كتير بنفس الكواليتي، بس طبعا مش بخبره محمود حمد الونش. في حسام عبد المجيد موجود بيلعب بقاله فتره والراجل بيديله الثقه، والراجل وحسام عبد المجيد على قد المسؤوليه بقاله فتره بيلعب وبيجيب جوان وكان مع المنتخب الاولمبي ولسه راجع، بجانب ان محمد عبد الغني برده بيقدم مستويات كويسه. الراجل السنه اللي فاتت كان بيحتاجه في مركز الباك رايت، كان بيلعب في نص الملعب، كان بيلعب حمزه المسلوسي بيقدم احلى مستوياته الفتره اللي فاتت ومن نجوم نادي الزمالك في الماتشين اللي اتلعبوا بتوع الدوري، ف ما فيش قلق من الناحيه الدفاعيه، بس طبعا محمود حمدي الونش هيأثر كتير مع نادي الزمالك ان هو مش موجود، بس نتمنى له السلامه والشفاء ويرجع بالسلامه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. من برضو المنافسات اللي موجوده ولكن زي ما قال مستر فيريرا ان هي بتبقى منافسات ايجابيه جدا، يعني اعتبارا لمباراه غد احنا عندنا دلوقتي سامسون اكينولا وكمان سيف الدين الجزيري، من يقود الهجوم غدا؟ من يقود الهجوم غدا؟ انا اتوقع سيف الراجل هيديله بكره الماتش من بدايته، مش هيقدر يدي لسامسون من بدايه الماتش، وخصوصا في ماتش زي ماتش القمه، وخصوصا ان سيف بيقدم مستويات كويسه، بجانب ان المنافسه دي منافسه طبيعيه. نادي الزمالك كنا بنعاني من الكلام ده السنه اللي فاتت، كنا بنحاول نكمل ال11 بالعافيه، دلوقتي نادي الزمالك عنده سكواد كبير، عنده بدائل كويسه جدا، تقدر اي حد هيبقى مش على قد المستوى او عنده اصابه عنده اي حاجه هيقدر البديل اللي هيلعب مكانه هيبقى على قد المسؤوليه ونفس المستوى يا رب ان شاء الله. المهم دلوقتي عايز اروح معاك لاجابات الناس على سؤال حلقتنا على السوشيال ميديا، وكان سؤال حلقتنا النهارده ايه هي توقعاتكم لنتيجه مباراه السوبر بين الزمالك والاهلي ومن يكون رجل المباراه؟ نروح لاول اجابه. محمد مساء الخير عليك، بشكرك جدا، اتوقع فوز الزمالك 3-1 باهداف زيزو وحسام عبد المجيد وامام عاشور، وسيكون امام عاشور رجل المباراه، سيكون كل فريق الزمالك نجوم المباراه ان شاء الله. يا ابطال الزمالك زي ما عودتونا هاتوا كاس السوبر وفرحونا.
وليد مساء الخير يا جماعه، بشكرك جدا. لازم نركز ونقاتل ونستغل كل فرصه، وان شاء الله الفوز والانتصار للزمالك احنا واثقين فيهم، وان شاء الله يفرحوا الجمهور. واتوقع تالق زيزو وامام عاشور ويسجلوا زي مباراه الكاس السوبر يا زمالك. تحياتي ليكي، بشكرك جدا. علي مساء الخير عليكم، بشكرك جدا. المباراه اكيد هتكون صعبه على الفريقين، ولكن بالروح والعزيمه والاصرار الزمالك هيكسب ان شاء الله 2-0، وجدي بريرا هيكون رجل المباراه. احمد مساء الخير يا ماما، بشكرك جدا. فوز الزمالك ان شاء الله 2-0 وباذن الله سوبر زملكاوي. اميره ان شاء الله الفوز يكون من نصيب الزمالك ويكون شيكا رجل المباراه يا رب. كابتن كنت منورني النهارده. نورك، ومبسوط ان كنت معاكي، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه كده ووشنا حلو على نادي الزمالك وناخد البطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اخيرا توقعاتك ايه؟ 1-0 لنادي الزمالك. يا رب. مين ممكن يجيب الهدف ده؟ حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد ان شاء الله. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله اشوفكم بكره على خير في تغطيه مهمه جدا عن ديربي الزمالك والاهلي على كاس السوبر. انتظرونا، بشكركم جدا على المتابعه. شكرا.